مجز لأهم الأنباء من قناة طناس، حياكم الله. عبر السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت عن قلقه حول تزايد أعداد الضحايا المدنيين في صبراتة، مؤكدا أن القصف العشوائي للمناطق السكنية قد يرقى إلى جرائم حرب. وتشهد مدينة صبراتة اشتباكات عنيفة دخلت أسبوعها الثاني منذ 17 من سبتمبر الجاري بين مجموعات مسلحة تدعي كل منها تبعيتها للحكومة المقترحة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى رغم محاولات التهدئة المبذولة من الوسطاء. هذا وكانت أطراف سياسية محلية ودولية عدة طالبت الأيام الماضية بالوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، بالنظر إلى أن الاقتتال الدائر لن يحقق إلا تصعيدا في حدة التوتر وعدم الاستقرار. رصدت قوات مجلس الشورى درنة تحركات لميليشيات الكرامة الأربعاء في محور الظهر الحمر بحسب مصادر مطلعة من داخل المدينة. المصادر ذاتها أكدت أن قوات تابعة لمجلس شورى درنة تعاملت مع عناصر وآليات لمجرم الحرب حفتر في محور الظهر الحمر بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، مؤكدة أن شورى درنة أجبر ميليشيات الكرامة على التراجع بعد أن أوقعت بهم خسائر في العتاد بحسب ذات المصادر. أكدت غرفة عمليات البنيان المرصوص سرة الأربعاء إعادة انتشار قواتها في كافة مداخل ومخارج المدينة، وذلك لتأمينها نتيجة التوترات في محيطها. المكتب الإعلامي للغرفة أوضح في حسابه على فيسبوك أنه تم نشر التعزيزات لمساعدة كافة القوات العسكرية الموجودة في سرت، وذلك في إطار خطة أمنية شاملة لتأمين وحماية المدينة. يشار إلى أن مدينة سرت تحيط بها أخطار بعد ورود أنباء عن عودة ما يعرف تنظيم الدولة وتمركز ميليشيات الكرامة بالقرب من مدخلها الشرقي. قالت مصادر إعلامية من تونس إن وفدي البرلمان المنحل وما يعرف بالأعلى للدولة قد علق الخميس جلسات الحوار بطلب من البرلمان المنحل. هذا وكانت لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والأعلى للدولة قد ناقشت في اجتماعاتها الأربعاء بنودا تتعلق بهيكلية وصلاحيات الرئاسي المقترح في وقت تستمر فيه الجلسات التشاورية. هذا ولازالت المادة الثامنة المتعلقة بالوظائف العسكرية مثار خلاف بين لجنتا الحوار المجتمعتان في تونس. إلى الخبر الأخير، حيث قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن إنشاء حكومة حقيقية في ليبيا هو أمر ضروري للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر. وأوضح ماتاريلا خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفنلندية في ختام اجتماعه مع نظيره الفنلندي الأربعاء أن إنشاء حكومة قوية في ليبيا يتطلب دعما لجهود المبعوث الأممي سلامة ودعم مفوضتي شؤون اللاجئين وحقوق الإنسان، وذلك ضمانا لسلامة اللاجئين. هذا وأضاف ماتاريلا أن بلاده تدعم بناء سلطة حكومية حقيقية قادرة على السيطرة على التراب الليبي، موضحا بأن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها لدعم بناء حكومة ليبيا بحسب تعبيره. إلى اللقاء.